السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning and صباح الخير. Today is the first day of عيد الأضحى 1444. النهاردة هو اليوم الأول لعيد الأضحى 1444. متجهين الآن للمسجد للصلاة الأولى المسجد الإسلامي إن شاء الله. Today is the first day of Adha and we're going to pray the first prayer in the Islamic Culture Center in Birmingham, and you can pray two or three prayers if you want with Muslimin. ممكن تصلي مرتين أو ثلاث مرات لأنها سنة، وده اللي بيعمله بعض الناس. هم بيذهبوا لبعض المساجد المختلفة يصلوا مع جماعات مختلفة من المسلمين. Let me adjust the camera. Okay, it should be this way. Okay, should be this way. Should be this way. The most important thing today is making takbir. It is the time now in Birmingham is after 6 o'clock in the morning, and the first prayer, inshallah, will be at 7 o'clock. بعد الساعة 6 صباحا، والصلاة الأولى الساعة 7 صباحا إن شاء الله. As you can see, all the streets of the city are empty because people start to come out from houses at 7 o'clock. ونجد الآن الشارع كلها فاضية علشان الناس تبتدي تخرج لأشغالها الساعة 7 صباحا، وطبعا قبل كده بيكون في مجموعات أخرى بتخرج في هذا الوقت. هنا اليوم بيبدأ بدري جدا من الساعة 6 والساعة 5 والساعة 7 والساعة 8 إلى آخر. And today, as we understand, the working hour in UK is not fixed. Some people start at 5, some people start at 6, but majority of people come out from the houses at 7 o'clock. And now we'll be starting takbir, and you can make takbir with me inshallah whenever you are, wherever you are. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda. Sadaqa wa'ada. Wa nasara abda. Wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الحمد لله وصلنا المسجد أنا بحاول أخلع الجزمة دلوقتي عشان داخلين على المسجد إن شاء الله ده المركز الإسلامي في برمنغهام مبني بقاله 50 سنة تقريبا الكاباسيتي بتاعته بياخد حوالي 5000 شخص الحمد لله we arrived at the mosque you can see the mosque behind me إن شاء الله and this was built in the 70s and its capacity up to 5000 people you can see the mosque there the dome and the dome and you can see the mosque I'm entering the mosque now inshallah people are organizing the cars and Abdul Karim bin Saeed أستاذنا الكبير تعلمنا على إيده اللي هو العمل الخير في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله ربنا قول للناس كل سنة وانتم طيبين السلام عليكم عيد مبارك كل عام وانتم بخير الحمد لله هذا هو الله علينا وعليكم in French and English happy عيد مبارك إن شاء الله عيد نورو عيد جوايو عيد وكل عام وانتم بخير إن شاء الله حياك الله عليكم السلام ورحمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله
إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى تعال سلم تعال سلم عليكم السلام تعال سلم على الناس مبارك سلم على الناس سلم على الناس سلم على الناس السلام عليكم وعليكم مبارك وكل عام وانتم بخير وجميع الأمة الإسلامية في خير وعافية بإذن الله تعالى. وريهم الجنبية جنبية هذه جنبية يمنية التقاليد اليمنية. يلا بالسلامة. عليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. لازم هنا have to take our sack for the shoes, so we can't keep the shoes like that in the mosque actually, and we have to put our shoes in the sack and keep the sack with us. So لازم ناخد الشنطة دي ونحط فيها الجزمة بتاعتنا علشان كل واحد ياخد الجزمة بتاعته معاه ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله. That's it. This sack for every shoes. And go to the mosque, start takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahlan bil Yamaniyin. Bahal Yaman. Alhamdulillah. Salam ala nas. Salamu alaykum. Min al-aidin. Kul aam wa antum bikhair inshaAllah. Salam ala nas. Salam ala nas. Salamu alaykum. Bas kada. Ta mish fatr yalla. Kul aam wa antum bikhair. Kul aam wa antum bikhair. Yalla yalla wa salam inshaAllah. حياك الله. جنبية في المسجد؟ الآن لبي لبي الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هات الكرسي كرسي كرسي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Now we'll start تكبير إن شاء الله. We'll see you later on إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How can I finish? Thank you.
ساعتين أو ثلاث ساعات كذلك. إن شاء الله وإحنا ذاهبين أحاول لو لقيت في مكان شام الحي الأحمر ماشي
Yeah.
وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. Yeah.
تحسن. ليس مشكلة. أجيبك أجيبك أجيبك. لا لا حرام. حرام ليش حرام؟ لا لا أنا ما أشكرك لا. ربنا يبارك فيك. أنت قدرك عالي وشانك عالي وكل عام وأنت بخير. وللناس كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله تكونون بألف سعادة وألف فرح على كل عام كل العرب المسلمين. آمين آمين إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. عليكم السلام. أسف يعني إن شاء الله نطلع من الزحمة دي خلاص برمنجام صحيت everybody's awake now great work I have to be very careful when I drive now and record drive recording they were coming out from the mosque children I have to be very careful Thank you.
شارع مظلم اللي احنا ماشيين فيه. This is Mosley Road where actually going to go to Muslim Saint House. I don't know why the traffic light is red. شارع مظلم اللي فيه تلاتة مسلمين ونحنا بنعلى فيه من 40 ساعة تقريبا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر أكبر. Thank you.
وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. طبعا خارج من هنا لأن في كار بارك هنا يعني لازم مش عارف في سكيورتي ولا لأ لازم احط الشنطة بتاعتي في العربية وعم تمنج اوت ماي كار بكوز سكار بارك لأن السكيورتي هير اوت نوت. I have to put my bag in the boot at the back. Assalamualaikum
Yeah.
Amen. 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 Am
مبارك. بسم الله بسم الله ما شاء الله. Where from? Senegal? Gambia? Oh, Bismillah, Mashallah. Bismillah, Mashallah. Eid Mubarak, Eid Mubarak. Hey, Hamada. Ya Hamada. Ya Hamada. Neresi varsın ha? Lazım taşit. Lan mı taşit yok arkadaşlar? Taşit. Taşit nasıl? Ebu varak yani. Ebu varak. Ebu varak. Daha ruh etsin mi lazım? Anlatın. Anlatın. Ebu Varak.
Mm-hmm.
family. إن شاء الله. And see what they are preparing for us at home. Let me turn the call back. Inshallah. And see how can we have the life now is awake, and we need to go to the other direction. And the lesson that Salah wrapped that night was Shabaf and Hanifa. Thank you.
طبعا الطعام الأساسي بتاع نحن كمصريين يوم العيد بعد الدبح. فالخطة النهاردة الرابعة كانت عن تضحية سيدنا إبراهيم the fourth speech and the prayer for the prayer was about the sacrifices that Prophet Ibrahim alayhi salam made. That's why the concept of Hajj is around the life and the sacrifices of Ibrahim alayhi salam, of Hajar alayhi salam, of Ismail alayhi salam. الحج قصة الحج كلها تتلخص بتضحية عائلة متكاملة للعائلة الإبراهيمية اللي فيها هاجر من هاجر عليه السلام وفيها أبونا إسماعيل عليه السلام وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. هو الحج عامة على هذه الأسرة التي ضحت بكل شيء وأثبتت أنها أسرة صادقة تعطي ما تشاء. لذلك This Hajj is about the family of Ibrahim alayhi salam. All of them give sacrifices. ذلك كله في الحرم. الحج ينسب لإبراهيم عليه السلام وبناء الكعبة ينسب لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وشبا ربنا عذاب في بعض. فالحج وبناء الكعبة مذكورة عندنا the Hajj, the process of Hajj and building the Kaaba is from Ibrahim helped by his son Ismail alayhi salam. Then what Hajar did, وماذا فعل سيد هاجر عليه السلام حينما تركا إبراهيم في وسط مكة؟ And what did Hajar do when إبراهيم عليه السلام left her alone with her suckling baby in the middle of a desert? No water, no food, no shelter, nothing. And Taraka Ibrahim alayhi salam fi Makkah, fi wasat Makkah, la ma wa la zara'a wa la nas. سألت سؤال واحد،
ask them one question. Is that your decision or Allah? Al hadha amrak wal amru min Allah. Allah, Allah. Wishy. وعرف ان الله لا يضيعنا الله والنظر اكثر فرقه بوتس ان الامر لك افتر اس على سبحانه وتعالى. Then she went وراحت دور على ميه وطلعت الصفا والمروه سبع مرات لذلك خلدت السيدة هاجر بالصفا والمروة السعي بين الصفا والمروة اللي أصبح هو جزء من العمرة وجزء كذلك من الحج وأصبحت السكفاش بتاعت هاجر نفسها هي جزء من عمره وجزء من الحج نفسه عليه السلام. وتضحية إسماعيل أصبحت في إن ربنا وإسماعيل لما ربنا أمر إني أعرف من ما يذبحك لما أمر سيدنا إبراهيم إن يذبح ابن إسماعيل بعد ما بلع مع السعي قال فات أبدي فان ما ثمر ستجري إن شاء الله من الصبرين نذب ذبح إسماعيل عليه السلام السكفاس أبو إسماعيل was when he was